نتكلم عن الزيارة اللي هي المنطقة الممتدة على شاطئ دجلة الشرقي. يا سلام. قابل قلعة آشور عاصمة العاصمة الأولى للآشوريين. يا سلام. استوطن الرملي والبغزات منطقة الزيارة بحدود 1850 أو بعد هذا التاريخ بقليل. والآن نشكل نسيج اجتماعي متجانس، فإحنا أربع عشائر: البورملي، العكلي، والرملي، والحجاج، والبغزات. ظلينا من الهجرة من بلاد الشام من الخابور إلى أن استقرينا في منطقة الزيارة في التاريخ اللي أنا ذكرته. ومنذ ذلك التاريخ النسيج الاجتماعي متواصل، والآن إحنا نعيش أفضل أيامنا. هذا السنجاق ما بي أي مشكلة، وننعم بالأمن والأمان في ظل القوات الأمنية الماسكة للأرض. الحمد لله. الزيارة، اسم الزيارة، هناك ثلاثة آراء في اسم الزيارة. أولا، نعم، يطلق على الزيارة تصغير لكلمة سدرة. سدرة. ونبات السدر ينمو في كل مكان، وهذا الأمر لا يعتد به. الرأي الثاني، اسم الزيارة متأتي من الصدارة، من صدارة المشاريع الآشورية والتي حسنها ونظمها العباسيون، والتي لا تزال ماثلة إلى حد الآن. الله الله الله. فهي تعتبر في صدارة الأنهر الآشورية. والرأي اللي أنا أعول عليه هو اسم تاريخي آثاري. في العصر الساساني كانت منطقة الزيارة تسمى أسطرنيا، ومنطقة الهيشل تسمى هجلة. هجلة. إيه. فهجلة تطورت إلى كلمة هيشل، وأسطرنيا تطورت إلى الزيارة. الله الله الله. وكانت المنطقة في ذلك الوقت يسكنها المسيحيون، هذا قبل الفتح الإسلامي. يا سلام. والفترة الساسانية هي ممتدة من عام 226 ميلادي إلى الفتح الإسلامي 636 للميلاد. يا سلام. وكانت الزاب الأسفل وما وراءه تسمى بيث قرماي، اللي احنا الآن نطلق عليها الحويجة. يا سلام. وعاصمة هذا الإقليم هي كرخسلوخ، اللي تطورت إلى كركوك. ومن الزاب الأسفل إلى الزاب الأعلى منطقة الإقليم حدياب، اللي هو عاصمته أربائيلو. وأربائيلو الآن هي تسمى، يعني الآلهة الأربعة الآن هي أربيل. ومن الزاب الأعلى إلى نهر الخازر، هذا يسمونه إقليم المرج. وهذه الخريطة والمعلومات منشورة في كتاب كنسي اسمه الرؤساء، وموجود عندي الكتاب. فإحنا ورثنا هذا الاسم أصرني اللي تحور إلى الزيارة. أما الزيارة عليا، الزيارة وسطى، الزيارة سفلى، هذا متأتي من وقوعها مع جريان النهار. مع جريان النهار. أيه.